صباح الخير دكتورة، صباح الخير، شرفتينا. شكرا لكم. أول شيء بدي بلش من حيث أنهى زميلنا سامي كليب، إنه عن جد بظل كل هيدا الشيء اللي عم نعيشه يلي عم تعملوه عن جد بارقة أمل كتير حلوة، بقعة ضوء في ظل هالعتمة. حلو كتير يمكن الناس اليوم تقول إنه ليكو نحن وين، ووين بالهم دكتورة علا واستاذنا والصديق العزيز خليل مرداس، ولكن فعلا نحن بحاجه انه لبارقه امل، بحاجه انه يعني لعل يكون هيدا الشيء اللي عم تعملوه الهدف منه. صحيح ممكن يوصلنا لجينيس وان شاء الله بتوصلوا لجينيس، ولكن الهدف الاساسي منه هو انه نوصل صوتنا للعالم اجمع، هيدا الهدف الاساسي. اسمحي لي صبحك لك، يعطيك الف عافيه الدكتوره، صباح الخير ايضا لزميلنا خليل مرداس، صباح لكل النور. كيفك يا خليل، وصباح الخير كمان ومساء الخير كمان لكل المشاهدين يلي عم يشوفونا all around the world. ان شاء الله وان شاء الله بنحقق الهدف المنشود من الخطوه اللي عم تنعمل. أهلا وسهلا فيك الإعلامية سمر أبو خليل، بغنى عن التعريف، إعلامية لبنانية مقدمة برنامج الحدث على قناة الجديد، نشرة أخبار رئيسية على القناة ذاتها. تنتمي إلى مدرسة متزنة غابت عن الإعلام، لا تتصارع مع الأضواء في زمن كذبة الميديا. بدي أنطلق من هذه النقطة، كذبة الميديا، هل دايما الميديا كذبة؟ ليش الإعلام، مين قال إنه دوره منه إيجابي؟ مين قال إنه بيقدر يكون هو الأول لمواجهة الأزمات مثل ما شفنا بكثير مطارح؟ تفضلي. لا، هو مش بيقدر يكون دوره الأول بإدارة الأزمات، دوره أولي بإدارة الأزمات. وأنا من الناس اللي بيقولوا إنه الإعلام والصحافة ليس سلطة رابعة، إنما هو سلطة أولى، هو أساس، وأثبت الصفوف التجربة الأمامية على مد الوقت يلي شفناه. وخليني اقول التاريخ القريب مش التاريخ البعيد كثير، انه الاعلام عنده قدره يسقط انظمه، وعنده قدره يطلع ملك وينزل ملك ويغير معادلات، ولكن وين بتصير ولكن نقطه؟ بتصير نقطة الضعف لما بيتوه الإعلام عن دوره الحقيقي، لما بيستزل لهون وهون وهون، لما ببطل حر، لما يأكل التمويل ويأكل الريتينج، لما هون بيصير همنا أكيد بتضيع رسالة الإعلام عن منحاها السليم. بس كمان هون أنا مصرة أنه نضل نقول أنه لا، مش كل الإعلام هيك. صحيح أنه في جزء كبير من الإعلام عمل شو تليبر، عمل سقوط حر، خلينا نقول سقوط مدوي، ولم يفي بالغرض يلي هو انوجد كرماله. بس لا، في بدنا نميز، في إعلام بعده عم يشتغل بضمير، في إعلاميين بعدهم عم يشتغلوا بضمير، بعد عم بيأدوا رسالتهم يلي هي الإعلام الصح الصحيح الهادف الموضوعي، الإعلام الرسالة الحقيقية. وخليني كمان هون وجه تحية كبيرة للزميل والصديق الغالي جدا الأستاذ سامي كليب يلي كان قبلي معكم بهالمداخلة، يقول له شكرا على رأيه، يقول له أنه هو أستاذ كبير بهالمهنة، ومن الإعلاميين يلي فعلا بيشرفوا وجه الإعلام، والإعلاميين يلي هني مثال يحتذى بكل مسيرتهم الإعلامية. تحية كبيرة له وإلى مزيد من العطاءات، ودايما بننطر عطاءه بشغف. ميرسي. قديش الاعلاميين بلبنان عم يتعذبوا صار لهم على مدى سنتين؟ يعني انا بحس اعلاميين ما ارتاحوا من اول احداث تشرين، او ما بنقدر نسميه ثوره، كانوا فعلا بالمواجهه الاماميه، وبعدين اجت جائحه الكورونا وكانوا عم بيغطوا كل شيء على الارض، وكانوا عم بيعرضوا حياتهم للخطر. اكيد الاعلام لعب دوره بكل العالم، بس بلبنان انا بقدر اعلاميين بلادي وبقدر قد ايه عم يتعبوا. الاشياء كلها فوق بعضها فد مره، بس خليني اقول قد ايه عم يتعذبوا، قد ايه هيدا. ما تنسي دكتوره علا انه نحن اول شيء، يعني اول كليشي او اول خليني اقول عنوان بتسمعي عن الاعلام او عن الصحافه انه مهنه البحث عن المتاعب. فيلي بيكون فايت على هيدا الدومين وفايت بشغف، عم اقول مش فايت يعمل اعلام لانه ما لقي شيء ثاني يعمله، يلي فايت على هيدا المجال وفايت بكل شغف وبكل حب وفايت
بيشتغل اعلام بيعرف كثير منيح انه اللي ناطره هو متاعب اكثر ما ناطره راحه، بيعرف كثير منيح وين رايح، بيعرف كثير منيح انه هو ممكن انه يكون حامل كفنه على ايده، بيعرف كثير منيح لما بيكون رايح يغطي حروب انه ممكن ما يرجع. بيعرف كل هذه المتاعب يلي موجوده بالاعلام، ويلي بحب الاعلام وفايت بشغفه بيقبلها مثل ما هي، ما بيجزئها، بتكون متاعبه جزء من فرحه. بالنسبه لنا نحن بلبنان، ايه صحيح مرقنا لنا سنتين عن جد مرقين بمطبات كثير كبيره، واذا بدك اكثر من سنتين، يعني لبنان كل عمره بولفيرسي وكل عمره مشقلب فوقاني تحتاني، وعلى طول في شيء سبيسيال عن كل العالم. إذا عم نشكل حكومة بنبقى سنة ما بننام، إذا عم ننتخب نعمل انتخابات بنبقى سنة ما بننام، إذا بدنا ننتخب رئيس جمهورية بنبقى سنتين ونص ما بننام. فعادي الموضوع، هلا بتزيد عليه موضوع الثورة وموضوع خليني أقول يلي أخطر من هيك هو الوضع الاقتصادي يلي وصلنا له والمالي ومحاذيره يلي بيخلك عليها، إضافة إلى جائحة كورونا. أكيد في تعب كبير بهيدي المرحلة، إلنا سنتين مثل ما بيقولوا بالدارج على فرد نفس، متعب الموضوع، ولكن بنفس الوقت بضل في هذا الشغف، بضل في متعة العمل، وبالنهاية نحن ناس، نحن بشر، يعني نتألم مع ألم الآخرين وبنفرح لفرح الآخرين وبنجرب نساهم بتحسين يعني تحسين المجتمع بشكل عام، لأنه نحن جزء من هذا المجتمع. لما نكون عم نشتغل ما نكون عم نشتغل لحالنا، عم نشتغل للكوميونتي لأنه نحن جزء منها. نعم. بس هيدا هيدا شغلنا بحلو وبمره، بدنا نقبلها مثل ما هي. بالوضع الحالي وبهذه الظروف بتنصحي الشباب يتخصصوا بمجال الاعلام ويشتغلوا بمجال الاعلام؟ اذا بحبوها، اذا عندهم شغف للاعلام، بحبوا هيدي المهنه وعندهم استعداد للتضحيه الكبيره وعندهم استعداد انه مثل ما قلت لك يعني ما بنفرق عن الجنتي، بدهم يعرفوا انه حتى حياتهم هي بتبطل ملكهم، حياتهم خطر. اذا عندهم استعداد لهيدا الشيء وبدهم يشتغلوا اعلام صحيح، اكيد بنصحهم يفوتوا. بس يلي فايت كرمال الشهرة وكرمال الأضواء وكرمال يصير معروف وكرمال البرستيج، وهون بيعجبني وهون ما بيعجبني، وهي بشتغلها وهي ما بشتغلها، وهون بروح وهون بغطي وهون لا، أنا برأيي لا، يلاقي شيء تاني. يعني إذا صبية جميلة أو شاب جميل بيقدر يروح على كات ووك، إلى عرض الأزياء كمان هون في فيها شهرة، إلى أي أخرى. بس يلي فات عن جد، وهيدا صار شيء مؤسف بواقعنا الإعلامي اليوم، بيقدر على السوشيال ميديا يعمل نجم، يعني بيعمل نجم أكثر من التلفزيون على السوشيال ميديا. بس يلي ما عنده هذا الشغف، هيدي باشن، الإعلام هي باشن، يلي ما عنده شغف لهذه المهنة وما عنده استعداد يضحي لها ويشتغلها مثل ما لازم بقلبه رب وضمير، ما يفوت فيها الشهرة، بيقدر يلاقيها وين ما كان ويوصل الرسالة بمصداقية. أكيد نحن ضيوفنا اليوم كلهم من الموثوق فيهم وبخبراتهم، وأكيد عم نستفيد من حضرتك، خاصة أنه الأعلام معروف أنه هو من وظيفة بتاعتي ربح مادة، وخاصة هلأ بزل كورونا دكتورة علا حتى سيف ذو حدين، موضوع المنة وظيفة بتاعتي أحياناً هيدي يعني همروشة اجت مع الانحدار الاقتصادي ومع خلينا نقول مع الثورة يلي خلينا نقول شملت كل شيء، ومعهم حق ومعهم ومنأيدهم وإلى أقصى حدود. اليوم لما بيكونوا مثلا هيك عم صرنا بمرحلة صعبة كتير لدرجة إنه ما بقى فيك حتى تعطي رأيك، لأنه الرأي صار مرفوض، ما حدا مستعد يسمع الرأي الآخر، فبيقولوا إيه اكشفوا حساباتكم. أكيد بنكشف حساباتنا، أكيد مش بس حساباتنا، حساباتنا وحسابات أهلنا وأخواتنا وولادنا وكل العالم. لأنه ترجع وصلك دكتورة علا على النقطة الأساسية، إيه الإعلام السليم مهنة مثله مثل غيره، لا ما بيعمل ثروات، بيعمل برستيج وبيعمل اسم، بتصيري مشهورة بتصيري معروفة، بس ما بيعمل ثروة الإعلام السليم. لا الإعلام الملتوي إيه بدك فيك تعملي ثروة، بس بتبيعي ألمك وضميرك ولسانك وجسمك حتى إذا بدك بتعملي ثروة. بس اللي عم يشتغل إعلام نظيف بلا محسوبيات وبلا ما يكون شاعر بلاط وبلا هولي كله، لا بيعيش مثله مثل كل الناس بمعاشه لعشرين 22 شهر، ببطل معه 1000 ليرة بجيبته. ويلي بيطلب من الإعلام
انه يكشف حساباته، نحن جاهزين على الاقل بحكي عن حالي وعلى الناس اللي مثلي ويلي بيشرفوا هيدي المهنه، ايه مستعدين نكشف عن مش حساباتنا، حسابات ثلاث اجيال لورا وثلاث اجيال لقدام كمان. استاذ سمر، بس في حسابات لنكشف عنها يا حسره. لا لا ما في مشكله، ما بعرف هن شو بيسموا حسابات. طب خلينا نقول لهم المنقوله وغير المنقوله والموجود بكومودين في البيت كمان. أنا حابب أتوجه لحضرتك بسؤالين صغار. السؤال الأول يلي وجهته تفضل. لأستاذنا وصديقنا سامي كلاب هو عن نحن عايشين أزمة أو في انكماش أو في حصار اقتصادي. والسؤال الثاني إذا ماني غلطان بتذكر كان في لك محاضرة بالجامعة اللبنانية حكيتي فيها عن بارت قديه بيستعملوا طلاب الإعلام بس يخلصوا بحياتهم المهنية من اللي تعلموه. إذا بتذكر صح هيك؟ صحيح، فهولي جزء من بليز إذا فيك تخبرينا عنه. هيدي استاذ خليل انت بتعرف انا بعطي مواد بالجامعه كمان، يعني استاذه جامعيه. جزء من الشيء يلي بعلمه للطلاب، رح بلش من سؤالك الثاني او يلي بقول لهم اياه للطلاب، انه الصحافه منا بس كتب تبلعها، منا كتب تقعد تبلعها. وهيدا بعطيهم من تجربتنا نحن ذاتيه، يعني تجربتنا انا بالنهايه ما رحت بكليه الاعلام بالجامعه اللبنانيه ودرسنا كثير كتب. ايه مش كل شيء بتدرسه بيفيدك بحياتك المهنيه، عمليا جزء كثير بسيط ويسير من يلي بتستعمله او بتدرسه بالجامعه هو اللي فيك تطبقه، والباقي كله نظريات. انا بنظري الاعلام طبعا بده يكون معك الاساس، ولكن هي ممارسه على الارض. يعني نحن اذا بقول لك تعلمنا مظبوط وقت اللي طلعنا فتنا الى سوق العمل، هون تعلمنا مظبوط ولقينا اكتشفنا انه مش كل شيء درسناه، نحن على ايامنا كانت الليسانس 4 سنين مش 3 سنين، انه مش كل شيء درسناه مش كل شيء درسناه وبتسقطي ماده باللبنانيه بتعيد السنه مش سمستر مثلا، مش كل شيء درسناه بهالاربع سنين قدرنا ننفذه نحن بس طلعنا على سوق العمل تعلمنا عن جديد وحطينا اذا بدك مزبوط مشينا على السكه السليمه. انا برايي وهذا الشيء اللي بقوله لطلابي كمان، الاعلام هو ثقافي، هو باك جراوند، هو معلومات، هيدا الشيء انت بتبنيه، انت بتقدر تبنيه. 100 جامعه ما بيعملوا لك شيء اذا انت ما لقطت كتاب وقريت، اذا انت ما تعبت على حالك، اذا انت ما فتشت ما بحبشت ما كانت حشريتك تاخذك الى اقصى حدود لحتى تقدر تبني هذا المخزون الثقافي والمعرفي يلي على اساسه انت بتقعد على طاوله ساعتها وبتقدر تعمل حوار وانت واثق وعم تطلع بعيون يلي قدامك بلا ما يرفل لك جفن، لانك انت واثق من حالك وواثق من معلوماتك. فهيدا شيء كثير كثير اساسي. صحيح ايه انا بقول لهم هيدا الكلام، مش كل شيء بتتعلموه بتستفيدوا منه، بس ممكن تستفيدوا منه في مكان اخر. ما في شيء يعني ما في اذا بتلقط ورقه حيلا شيء وبتقراها بتستفيد منها، بس شخصيه الاعلامي هو بيبنيها بذاته مش بما يتعلمه بالجامعه، بيبنيها بحشريته، بيبنيها بمعرفته، ببناء معرفته، ببناء ثقافته، بتعبايه مخزونه المعلوماتي والفكري دائما وعلى كل الصعد. ما في شيء، في شغله كمان اساسيه ومهمه هون بموضوع الاعلام، انه ما في يقول ولا انا اعلامي بشتغل سياسه، معناتها مش لازم افهم شوي بالطب او افهم شوي بالهندسه، مش صحيح، مش صحيح، لازم يكون عندك المام بكل نواحي الحياه. اليوم انت اعلامي اذا اضطريت تحاور اقتصاد بدك تكون بتعرف شوي او عندك المام بهالموضوع، عندك المام شوي بالتاريخ، عندك المام بعلم المجتمع، عندك المام هلا مثلا نحن بكورونا، طيب انه ما بدك تقرا، اوكي منا اطباء نحن، بس بدنا نقرا ونبحث ونفتش لحتى اللي نعرف نحاور هالاطباء يلي عم نستضيفهم بابسط الامور. مشان هيك هو حق المعلومات ثقافي شامل لازم يلي بده يفوت بهيدا المجال يكون قده. هيدا جاوبتك على سؤال، السؤال الاول نسيته. السؤال الاول هو نحن عم نعيش ازمه اقتصاديه، ما بدي اسميها انكماش، بدي اروح لابعد حصار، رح تخلص أزمة كورونا بعد شهر أو شهرين، بس نحن حنكمل بالأزمة الاقتصادية اللي عندنا. ما حننحدر أكثر، أنا برأيي رح نروح أبعد من هيك بالأزمة الاقتصادية. ليش؟ لأنه لو كنا
ببلد خليني أقول فيه نظام وفيه محاسبة حقيقية وفيه قضاء حقيقي، ولو كنا بدولة عادلة حقيقية لا بتخلص جائحة كورونا وبنشتغل على حالنا وبنقدر ننهض من كبوتنا، بس نحن ببلد طيب يحكمه لصوص وقتلة ومجرمين وشو ما بدك، هو هن سلطتنا. برجع بقول هون انا مني من انصار كلهم، يعني كلهم ما بعمم، في ناس اشتغلوا بضمير وكان مغلوب على امرهم وما قدروا يمكن واجهوا هذه المافيا من 30 سنه قاعده بالحكم، لا ما عليه، لو كنا ببلد فيه محاسبه بنقدر نقوم من كبوتنا، بس نحن لحد هلا لا، نحن الى ما بعد القعر، نحن ببلد عن جد ما له قعر، يعني بتقول انه نحن بالهاويه او صرنا تحت ما في مفخوت من فوق لتحت، ما له بالفيد يعني بالفراغ، كيف ما نطيت بتنط نطه بالفراغ، انت ما بتتوقع انك توصل الى قعر تقدر او ارضيه تقدر تثبت عليها، ليش؟ لانه بلد هيك بلد سارح والرب حميه لا اكثر ولا اقل، وما في محاسبه، لو في محاسبه ترجع تشتغل على الموضوع الاقتصادي السليم، نفوت على موضوع المصارف نشوف شو فيها، المال المنهوب اللي انسرق، المال اللي تهرب، يرجع تنحط قواعد اقتصاديه مضبوطه بالبلد، برايي بلا بنقدر نقوم، في كثير بلدان وقعت ورجعت وقفت على اجريها، بس لانه كان فيها محاسبه حقيقيه وفيها مسؤولين عندهم ذره اخلاق وضمير. نحن للأسف لا من دي ولا من ده. الإعلامية الأشهر من أن تعرف سمر أبو خليل، سررنا بوجودك معنا، ضويت نهارنا، شرفتينا بوجودك. أشكركم كثير دكتورة علا وأستاذ خليل وكل إكيب العمل، برجع بقول الخطوة اللي عملتوها أو عم تعملوها خطوة كتير حلوة، مثل ما قلت بظل هالسواد اللي عم نعيشه هيك بقعة ضوء وأمل، وأنا أكيدة وحكينا إحنا وأستاذ خليل قبل إنه الهدف مش إنه نفوت بموسوعة جينيس، الهدف إنه نوصل، مش بس إنه نفوت، أكيد حلو نفوت بموسوعة جينيس يعني شيء كتير حلو، بس الهدف الأساسي هو إنه نوصل صوتنا لكل الناس لكل العالم عبر هالخطوة بس اللي انا عم بدي اقول لك تعمل. شغله، انه نحن بعد ما امنا المبلغ المطلوب لتستلمي السيرتيفيكيت، هلا النجاح بنضمنه بس المبلغ ان شاء الله نقدر نجيبه، لانه يبدو يلا مع بس بكل الاحوال هي شوي بدها شوي بحدود الشهر خليت شهر ونص. نخليت قليل نخليت فنيت، اكيد في ناس رح توقف معك ورح، لانه الخطوه حلوه كثير وليش لا، يعني بالنهايه الا ما نحقق في مكان بس ما انا انجاز. بشد على ايدك بموضوع انه نحن الهدف هو مش جينيس، اكيد عندنا طموح جينيس وبنحب وبدنا، بس الهدف نحن نطلع بارتيكل سيونتيفيك بالشق التربوي والصحي والاقتصادي والاجتماعي، ونكون عم نخدم ابناء مجتمعنا. 100% هيدا هو، مشان هيك التقينا سوا اليوم. ان شاء الله يكون نهاركم حلو، ان شاء الله تكفوا نهار وتوصلي دكتورة علا للاخر وصوتك معك وبيجي بكامل بكامل حيويتك لحد اللي تفرحي بهالانجاز يلي عم تعملوه، نحن كمان بنفرح معكم وفيكم، Thank نهاركم you, حلو يا رب.